معكم مصطفى الرقادي من الجزائر، جيت هنايا الوجدة نحوس على ولد خويا كان يقرأ في الجامعة من المالي، عنده 1 3 سنين يقرأ هنايا في الجامعة، ومن بعد المرة الأخرى اللي جاء عنده 1 ويما هكا ويماك، ومن بعد مرض شوية عنده 1 تروما باللي مرض ودخل سبيطار لازاري، كي دخل سبيطار لازاري عنده 15 جور دارها في سبيطار، السبيطار موالف يدخلوا 2 خطرات دخلوا، ومن بعد مرض عقلانيا، ومن بعد كي دار 10 أيام في لازاري خرج من السبيطار، وكي خرج من السبيطار رجع للإقامة الجامعية يقرأ في لافاك محمد الأول حقوق في عمره 23 سنة. أي كي خرج 3 أيام من اللي خرج من لازاري خرج رجع للإقامة الجامعية، من بعد خرج من الإقامة الجامعية، كي خرج ما بانت عنه حتى أخبار، عنده 1 شهرين برك اللي مرض جاته هذه المرض هذا، عنده 1 شهرين بدأ حالته يعني ماهيش مستقرة، هما اللي داوه للطبيب أصحابه داوه للطبيب. المهم كي خرج من طبيب دار 1 3 أيام في الجامعة في الإقامة الجامعية، وخرج هما راقدين الساعة 8 صباح، كي خرج لا ما بانت عنه حتى خبر حتى اليوم. جيت أنا راني هنايا راني نحوس عليه، عندي 10 أيام راني في وجدة هنايا نحوس عليه، حوست قاع في وجدة داخل ومن بعد في لي زانفيرو تاع وجدة ما بانت عنه حتى خبر. لا حتى فيهم اصحابه عيطوا لبيو، بيو راجل كبير شويه في العمر وما عندوش الامكانيات باش يجي لهنايا، الظروف ما سمحتلوش بيجي، وانا عمو جيت هنايا جاي من الجزائر، وكي جيت هنايا جيت لاصحابه عيط ليهم، واحد راه في الرباط هو اللي قال لي الاخبار قاع، وراني حوس عليه هنايا، حوست عليه في وجده وحوست عليه برا عن وجده ما بنت عنه حتى اخبار. درنا شكايه عند السلطه، مشيت لابوليس درت ديكلاراسيو، ومشيت للوكيل الملك درت شكايه، وراهم واقفين معايا الشرطه الله يبارك فيهم ما خاصهم حتى حاجه، قالوا لي حاجه اللي خاصك رانا هنايا واقفين معاك نعاونوك في كل حاجه، وبارك الله فيهم ان شاء الله.